بتخاف منه لأنه ذكي. مو هيك بابا. حبيبتي روحي، هاي حياتك، هاي حياتك، فكري فكري وخذي قرارك بهدوء، هاي حياتك وأنت حرة فيها، اختاري الشيء اللي بيريحك. ايه حبيبتي؟ بعدين تعي لقلي، خلي هاي فترة الخطوبة خليها تجربة وساعتها بيكون قرارك صح. ايه حبيبتي؟ قومي اعملي لنا فنجانين قهوة يلا. تكرم عيونك يا أحلى أب بالعالم. هلا. طيب يا آنسة إلهام، لماذا لا تودين أن نلتقي؟ وهل في اللقاء عيب؟ والعياذ بالله، كذاب، ألعب عليك، أنت أخت كريمة. نعم. أنا فزعان طول عن جد، تنساني ويمكن حبك جد، بس أنا تعبان. أنا فزعان طول. الله عليك يا إلهام، لا تريدين أخا جديدا؟ هذا يسرني على كل. الله يخليكم لبعض، أقصد أنت وإخوتك. إلى أين؟ الله يصلحهم، حدا بيعمل بشقيقته هيك؟ كثيرون من حولي يتحدثون عن احترامهم للأنثى وحريتها، لكن وين الحرية التي يتحدثون عنها؟ وكأن هذا الكلام كذب ومن أجل الظهور بمظهر متحضر. يا عيب الشوم. والله خليتيني ازعل يا إلهام. تفضل امير. انا رح اطلع عشاء، ما بدك تعشى؟ لا لا لا، انا عندي بعض الواجبات. كل انت، انا يمكن معزوم على العشاء. معزوم؟ ايوه. طيب انا رح اطلع عشاء. اوكي افعل ما تشاء. اوكي. والله عشنا وشفنا. ليش عامل بروفايلك باسم بنت؟ بشتغل لك بصاحبك المجنون منير. لك ليش في غيره مجنون بالبيت؟ يخرب بيتك، والله ما يعرف ليتبعك. لك شو بتعرفه انه انا؟ كان مبين من المحادثة وهو من كل عقله مفتكرك بنت. لك انت اقعد وتفرج وبس. بس هو حيحس عليك. ما رح يحس. تعال نسأله وين ساكن. ايه اسأله. Thank you.
اسهل على الزلمه هيك. انا فرضت بدي اكل ونحب عشاء. لك لا خلينا على الاكل هلا، خلينا قاعدين مبسوطين عليه. لك عم بقول لك فرضت، يلا خلصني. اخي روح انا هلا بلحق اكل، ما بطول. لا بطول يا انسه، لا بدي العشاء ونام. ما بدي صوتها. بتفوتي حالك يا شهيرة بكل بلوى أكبر من الثانية. بلكي ديري منير بأبو عبده ولي، شو بدي أقول له؟ أكيد رح تتغير نظرته إلي. إي والله عندي الدنيا كلها بكفة، ومنير ورضا منير بكفة. هلأ خليني ضبط قصة الورشة والفيلا، وبعدين خلي أبو عبده يبلط البحر. وإذا بده يعمل ولدنت حرام، رح ورجي ولدنت الحرام على أصولها. ألو وينك لهلا؟ يلا يلا جاي. يلا ما تطول علي. ومنين كمان اجتني بلوة بنته لأبو لؤي؟ بكرة بتشوف منير فايت طالع لعندي يا حبيبي. ايه بس ما حدا أحسن من حدا، هي كمان حاطة رفيقة وقاعدة. أنا بدبرها، رح أتغدى فيها قبل ما تتعشى فيني. معقولة يضل على علاقته معي بعد ما حكيت له؟ يا ريتني ما قلت له، أكيد رح يغير رأيه. شو بده بوحدة؟ أبوها زلمة عصابات. لا بس أنا شو دخلني بأبي؟ أكيد أكيد ما رح يبعد عني، هو بيحبني. معقول؟ ما عم صدق وصلت القصة لقتل العلماء. طيب ليش تركوه يدرس عندهم إذا بدهم يتخلصوا منه بعدين؟ أكيد أكيد في سر ما حدا بيعرفه. لك سر شو؟ المسألة واضحة، يمكن ما قدروا يستفيدوا منه مثل ما بدهم. اصلا من الغباء الواحد يظن انه المنح الدراسيه والاختصاصات يلي عم يصرفوها عليها الاوروبيين كرمال عيون العرب. لو بحبونا كل هاد ما اعطوا اسلحه لاسرائيل مشان تذبحنا فيها. العمى والله مو مصدق، عالم بينقتل ببلده وما حدا سائل عنه، والمسؤولين لاحقين غيره ليحاسبوه شو عم يكتب بالجرايد، والمي عم تمشي من تحت رجليهم. اي والله شي بيجنن. ولك وين كانوا المباحث؟ شو عم يعملوا؟ مو الحق عليهم، هي ضريبة الجهل. يعني البلد من وين بدها تجيب مباحث؟ من برا؟ هيك ظروف بدها تجيب هيك مباحث. يا ترى رح يحسنوا يمسكوا اللي قتل الدكتور تمام؟ لما رح تضيع الطاسة؟ ايه الله يرحمك يا ابي، كل ما كنت احكي عن حدا
وشبهه بحدا كان يقول لي مو كل أصابعك مثل بعضهم، الله يرحم. مزبوط. هلأ نوارة مثل أبوها؟ هي أكيد لا، أنا بعرفها وعاجنها وخابزها. الله يعينك يا نوار على هالأب، الله يعينك. شو ذنبك تعيشي مع هيك بني آدم وخالي مرت أب أزفت منه؟ أوف. لازم روح بلغ عن الموضوع.